تجوز الصدقة على الكافر. اقرأ قول الله تعالى في سورة الامتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وهذا إحسان، وتقسطوا إليهم، وهذا عدل. فتجوز الصدقة على الكافر بشرط أن لا يكون ممن يقاتلون في دينه، فهمت؟ ولم يخرجوا من دياركم. لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدين أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدق عليه، لأننا إذا تصدقنا عليه وفرنا وجبة من الوجبات. الوجبات كم تكون؟ بكم ريال؟ في 10 ريال. العشرة هذه يروح بها الدولة يستعين بها على الكفار، يستعين الكفار بها على المسلمين. فإذا كان من قوم لا يعني لا يقاتلون في دين الله ولا يخرجون من ديارنا فلا بأس أن نتصدق عليه. أو إذا كان ممن يرجى إسلامه، لأن بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلوبهم ويرجى إسلامه، والمال مما يجلب المودة كما قال الحديث: تهادوا تحابوا. وكما جعل الله المؤلف قلوبهم من الزكاة، لأن هذا يقربهم. وفعلا هذا وقع، بعض الكفار أسلم لما رأى لين العريكة من بعض كفلائهم وأنه يهدي إليه ويتصدق عليه أسلم. فإذا كان يرجى إسلامه بعطيته أو الهدية إليه فلا بأس.